جميل. أعزائي المشاهدين، الكرد والأمازيغ شعبان قديمان عريقان يعيشان على أرضهما التاريخية، إلا أن لا دولة لهما بالرغم من توفر كافة شروط إنشاء الدول. للتعرف على تاريخ ولغة هذين الشعبين وما تعرضا له عبر التاريخ من ظلم، أستضيف اليوم الناشط والمحلل السياسي الأمازيغي يوغرتن موريدي. أزول يوغرتن، أزول الناشط والباحث في التاريخ الكردي شايش حاج منصور. شباش شايش، شباش شباش، سأبدأ بالأسئلة لكليكما. السؤال الواحد نفس السؤال سوف أسأله لي يوغرتين، وبعد ذلك أتحول إلى شايش ليجاوب على نفس السؤال كي يستطيع المشاهدين كي يفهموا جيدا تاريخ هذين الشعبين وما تعرض له من مظالم. يوغرتين، الموطن الأصلي وأصل التسمية بالنسبة للشعب الأمازيغي. طيب، بداية أشكرك على يعني كرم الضيافة المعهود في جميع الشعوب التي هي أصلية كالشعب الأمازيغي والشعب الكردي، حيث أعطيتني الكلمة الأولى قبل السيد شيش، يعني وهذا من أخلاق الشعوب الأصلية الذي لا يتوفر عليه شعوب غزاة الذين يحتلون أراضي الآخرين، بالإضافة إلى باقي مكارم الأخلاق. إذا طبيعة الحال الموطن الأصلي وأصل التسمية سأحاول أن أوضح بإيجاز، يعني احتراما للوقت، لأن يعني كان خالق الكون في عونك، يعني ستقسم الوقت بين شخصين هنا يريدون أن يقدموا الكثير من المعلومات. لكن يعني الموطن الأصلي للأمازيغ هو شمال إفريقيا الممتدة من ما يسمى بجزر الكناري الموجودة تحت الاحتلال الإسباني في المحيط الأطلسي إلى حدود واحة سيوة في مصر شرقا، وتحدها جنوبا بطبيعة الحال موريتانيا وشمال مالي والنيجر وبعض القبائل في بوركينا فاسو، ويحدها شمالا بطبيعة الحال بحر الأبيض المتوسط. هذا هو الموطن الأصلي للأمازيغ. أما أصل التسمية فكنا دائما يعني نسمي أنفسنا بالأمازيغ، رغم أن الأقلام التي كتب بها تاريخ الأمازيغ من طرف أجانب كانوا دائما يسموننا بغير الاسم الأصلي اللي هو الأمازيغ، وإنما يطلقون علينا اسم البربر التي تأتي من القاموس الروماني بربروس، أي غير المتحضر أو غير المتمدن، لأنه في ذلك الوقت كان بالنسبة للحضارة الرومانية تعتبر روما هي مركز الحضارة، وكل من هو لا ينتمي إلى روما فهو حتما يعني غير المتمدن أو غير المتحضر، وكانوا يطلقون عليه باسم البربر. فبالنسبة للرومان الأمازيغ بربر، والعرب بربر، والكرد بربر، والويندال بربر، والفيكينغ بربر إلى آخره. ثم اتخذ هذا الاسم واستعمل بطبيعة الحال، وبنيت عليه أساطير حتى لا يعني يبزغ اسمه الأمازيغ. والأمازيغ تعني يعني في لغتنا أمازيغ أي الرجل الحر أو الرجل النبيل، تعني أيضا في المعجم الأمازيغي غير المزور أي الحقيقي، مثلا نقول مثلا أورغ أمازيغ يعني الذهب الحر، الذهب غير المزور. وأمازيغ هي في الحقيقة مكونة من كلمتين مازيغ وأ التي يعني تقوم مقام ياء النسبة في اللغة القريشية، يعني أمازيغ نسبة لمازيغ. وبطبيعة الحال كلمة أمازيغ حتى يعني ندلل على قدمها، فبطبيعة الحال أول من ذكر كلمة أمازيغ يعني في كمؤرخ هو نقدر نعتبره المؤرخ الأول في تاريخ البشرية، وهو هيرودوت اليوناني، وكتب كتابا يعني كتاب تاريخ يعني بمعية رفيق دربه يعني هيكاتوس البيزنطي. وهناك يعني يمكن أن تجدوا يعني في هذه المخطوطة التاريخية كلمة مازيغ، وتعاقب يعني المؤرخون عليها مع تغيير بسيط في الاسم، هناك مازيغ، مازيغتس، مازيكس، مازيغ، ولكن يعني كلها كلمة مشتقة من الكلمة الأصلية وهي أمازيغ.
وحتى يعني إلى حدود القرن 16 الميلادي، حيث كتب الحسن اليوسي يعني الليون الإفريقي، كتب يعني كتابه وصف إفريقيا، وقال يعني في أحد فقراته يعني أن جميع القبائل الموجودة في شمال إفريقيا هم أمازيغ ويتكلمون لغة واحدة، وسماها أوال أمازيغ. الجملة هي صحيحة إلى حدود الساعة، يعني في لغتنا أوال يعني الكلام أمازيغ، الكلام الأمازيغي. ويعني هذا يعني باختصار هو أصل التسمية، وهذا هو مدلولها في المعجم الأمازيغي حتى إلى يومنا هذا. جميل، لك الشكر صديق، تفضلوا. أنتقل إلى شايش حاج منصور. بالنسبة للشعب الكردي شايش، الموطن الأصلي وأصل التسمية. نعم علي، مساء الخير لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. طبعا كردستان هو مصطلح جغرافي يطلق على الجغرافيا الممتدة من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحاري الإيرانية شرقا، ومن بحر قزوين وجبال القوقاز شمالا عفوا إلى ميزوبوتاميا السفلى والصحراء السورية جنوبا. مصطلح كردستان هو مصطلح جديد طبعا أطلقه السلاجقة العثمانيون، وهي تعني لفظين، يعني هي من لفظين كردستان أو شتاد بمعنى أرض الكرد. طبعا تضم الكثير من البحيرات، أهمها بحيرة وان، بحيرة أورميا، وتضم العديد من سلاسل الجبال، أهمها سلسلة جبال طوروس وسلسلة جبال زغروس، وهما يعني الموطن الأصلي للشعوب الكردية، وسنأتي على ذكرهم بالتفصيل. بالنسبة للفظة كرد، طبعا الكرد أو كردستان كانت لديها أسماء قديمة، فمثلا نرى أن السومريون كانوا يطلقون عليها اسم كرد، أما البابليون يسموها كاردو أو بيت قاردو، الإغريق قاردوشي، الرومان كانوا يسمونها كردوين. طبعا هذه المساحات التي ذكرتها كانت تتقلص أو تتسع حسب يعني الظروف السياسية في عهد الممالك والإمارات الكردية. طبعا بالعودة إلى تسمية الكرد أو كرد، هذه التسمية، هذه التسمية أطلقت منذ قديم الزمان على أسلاف الكرد، سواء الخوريون أو الميتانيون والسومريون والعيلاميون والكاشيون وغيرهم والميديون حتى. الشعوب عليه عندما تنضم في بوتقة الأمة فإنها تأخذ كنيتها من أمور معينة، فمثلا الآشوريون هم مجموعة إثنية أخذت اسمها من إله يعبدونه وهو الإله آشور. مثلا هولندا أو يطلقون عليهم رجال الأراضي المنخفضة، نيدرلاند الاسم القديم لهولندا هو نيدرلاند. أما اسم الكرد فهو يعني السكان المناطق العالية، طبعا ومنذ قديم الزمان نعرف أنه لا أصدقاء للكرد سوى الجبال، فمن هذه الكنية أطلقت منذ قديم الزمان على الأكراد بمعنى السكان المناطق العالية. الأمازيغ هم أصدقاؤنا، هذا أمر جيد، ونحن نكسب أصدقاء جدد وكثر بإذن الله. صوت واضح. أنتقل إلى أخي وصديقي يوغرتين. يوغرتين، بالنسبة للغة الأمازيغية والكتابة ومراحل تطورها، حبذا لو تخبرنا عنها. طبعا جميل. بالنسبة للصوت يعني أتمنى أن يعني يكون الأمر يعني فقط شيء يعني مؤقت ويرجع الصوت إلى طبيعته حتى يستمع المشاهدون إلى مضمون الحلقة. فيما يتعلق ب يعني اللغة وكتابتها ومراحل تطورها، بالنسبة للغة الأمازيغية هي اللغة الأم لأول مجتمع بشري فوق شمال إفريقيا. اللغة تطورت بطبيعة الحال كما يقول يعني علماء اللسانيات، تطورت كما باقي اللغات، تطورت على حسب الحاجة، ويظهر لنا هذا في التفاصيل اللغة. مثلا
علاقة اللغة بما كانت المرأة مثلا في المجتمع الأمازيغي. المرأة في المجتمع الأمازيغي لا تحتاج للرجل مثلا لتتخذ قرارا ما داخل القبيلة أو داخل التنظيم القبلي، فمثلا تجد النساء يجتمعن وحدهن ويتخذن القرار. لهذا مثلا الضمير نحن في اللغة الأمازيغية لدينا نحن المذكر ونحن المؤنث، نكنين كنينتي يعني. وطبيعة الحال عندما تكون الحاجة إلى مصطلح ما يتم إنتاجه كباقي اللغات. أما بطبيعة الحال إذا كنا نتكلم عن الكتابة فهي أيضا يعني نحن لدينا كتابة أصلية للأمازيغ، وهي تيفيناغ يعني، أو تيفيناغ تأتي من أفنغ يعني النقش على الرمل، وهي توجد يعني في نقوش صخرية كثيرة لا سيما في منطقة التوارق أو الطوارق يعني في الصحراء الكبرى للأمازيغ. ويعني الأركيولوجيون يحددون عمر هذه النقوش ما بين 5000 3000 ما بين 3000 و5000 سنة، وهي قديمة جدا يعني، أي أن الإنسان الأمازيغي كتب منذ القدم لغته. ثم بطبيعة الحال إذا كنا نتكلم اليوم عن يعني التاريخ المعاصر للأمازيغ، فبطبيعة الحال الأمازيغية هي لغة أساسا لغة شفهية، بدأنا بالكتابة بها يعني بالمفهوم العصري للكتابة، أي كتابة كتب بالأمازيغية مدونة في كتب كما نعرفها اليوم إلى آخره، فهو شيء يعني حديث. ولكن اللغة الأمازيغية يعني يقدرها اللسانيون بالمعجزة اللغوية، أي أنها حاربها الرومان والوندار والبيزنطيين، وبطبيعة الحال بعد الاحتلال الستاني العربي الإسلامي إلى آخره، والدول اليوم التي تسمى بالدول الحديثة يعني الدول المركزية التي أقرت العروبة والإسلام كهوية خالصة لشعوب شمال إفريقيا في إقصاء وتدمير ممنهج للأمازيغية العظمى. واستمرت هذه اللغة إلى يومنا هذا، وأنا ابن ثمانينية القرن الماضي أتكلم الأمازيغية، هناك من أصغر مني يتكلمون الأمازيغية إلى يومنا هذا، وأكبر عدد الناطقين بالأمازيغية في مجمل دول شمال إفريقيا يبقى هو المغرب. يعني بحسن الحظ أنني أنتمي إلى دولة تجمع أكبر عدد من الناطقين باللغة الأمازيغية. الحرف الذي تكتب بها اللغة الأمازيغية هو اليوم بشكل رسمي في المغرب هو تيفيناغ بشكل قانوني منذ 2019، حيث هناك اليوم قانون ما نسمي نحن قانون تنظيمي أو قانون عضوي، اللي بعد أن نجحنا في إخضاع السلطة لقبول ترسيم اللغة الأمازيغية بصفتها لغة رسمية في الدستور المغربي إلى جانب العربية، وخرج قانون تنظيمي يحدد طابع ترسيم لهذه اللغة، ومن بينها حرف الكتابة يعني ترسم في سنة 2019. وأضع هذا كله بين قوسين لأن بطبيعة الحال يمكن أن نتكلم عن هذا في محور آخر في هذه الحلقة، وأن الحساسيات الأمازيغية كلها المغربية قاطعت في الدستور لأنه دستور غير ديمقراطي. أغلق القوس وربما سنعود إلى هذه النقطة فيما بعد. ثم بطبيعة الحال الحرف الأمازيغي كيف تم اعتماده، الحرف تيفيناغ كيف تم اعتماده قانونيا؟ يعني نحن في المغرب منذ أن توفي الملك السابق الحسن الثاني وجاء ابنه إلى العرش محمد السادس، تم الحركة الأمازيغية راسلت الملك مباشرة بعد توليه السلطة بعنوان يعني الرسالة كان عنوانها ما موقع الأمازيغ من الحكم، فجاء ما نسميه نحن بخطاب أجدير منطقة من مناطق المغرب، وخطب فيها وجه فيها الملك خطابا للأمة يقول أنه الأمازيغية هي مكون أصيل في الهوية المغربية إلى آخره، رغم وتبنى عدة عبارات للخطاب الأمازيغي ليس كلها ولكن أهمها. ثم جاء بطبيعة الحال إنشاء ما يسمى بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهذا المعهد هو على شكلة أكاديمية للغة تعنى بتجميع اللغة ووضع قوانينها وقواعد صرفها ونحوها وتركيبها إلى آخره. فتم بطبيعة الحال أول شيء هو التصويت، أعضاء المجلس سيصوتون على الحرف الذي ستكتب به اللغة الأمازيغية. فكان في المسابقات ثلاث حروف، الحرف الأمازيغي الأصيل تيفيناغ، الحرف اللاتيني، والحرف الآرامي النبطي المسمى خطأ بالحرف العربي، العرب لم يكن عندهم حرف اليوم.
فيعني تم التصويت بصفر صوت للحرف العربي، وصوت يعني كان مجموع اعضاء المجلس انذاك 37 او 38 عضو، وباقي الاصوات يعني 37 توزعت بين الحرف اللاتيني والحرف الامازيغي. هذا في المرحله الاولى من التصويت. ثم جاءت المرحله الثانيه من التصويت، فالحرف الامازيغي يعني صوت عليه بالاجماع. لا اعتذر، يعني في المرحله الاولى كان الحرف العربي حصل على 7 اصوات، ثم في المرحله الثانيه حصل على 0 صوت، وانقسمت باقي الاصوات بين الحرف الامازيغي والحرف اللاتيني، واخذ وتم التصويت على الحرف فيما بعد الحرف الامازيغي بالاجماع. فيما بعد يعني حبذا لو تكرر يوغرتين، في اي سنه كانت هذا المجمع وهذا التصويت؟ سنه 2003 2002 او 2003. طيب، وبعد ذلك يعني توصل بعض المشاركين في التصويت في في المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، توصلوا برسائل تهديديه لا سيما التيارات الاسلاميه بالقتل الى اخره. ثم يعني حصل نقاش عمومي حاد بين بطبيعه الحال اعداء الامازيغيه والمناصرين لها، ووصل الامر الى القصر الملكي. فاجتمع القصر الملكي بجميع الاحزاب السياسيه، وتدخل الملك كسلطه يعني لابيتراج بالعربيه تحكيميه، بسلطته التحكيميه، و يعني مررنا الحرف تيفينا كحرف رسمي لكتابه الامازيغيه الى يومنا هذا. والان لدينا يعني بطبيعه الحال كتب مدرسيه من السنه الاولى الى السنه السادسه ابتدائي، كتب مدرسيه للغه الامازيغيه. القانون يعني المغربي الذي خرج سنه 2019 بضغط من الحركه الامازيغيه لتعميم التعليم الامازيغيه افقيا وعموديا والزاميتها في الابتدائي والاعدادي والثانوي، يعني مرور من مرحله الابتدائي فقط الى الاعدادي والثانوي. هناك جمعيه تيرا، تيرا باللغه الامازيغيه تعني الكتابه، جمعيه تيرا لكتاب المغرب الذين يكتبون بالامازيغيه. وهنا اريد فقط ان افتح القوس حتى ابين للناس العنصريه التي نعاني منها من مغسول الدماغ من الامازيغ، لان نحن نعتبر جميع سكان المغرب وجميع سكان شمال افريقيا والامازيغ، ولكن هناك الامازيغ الناطق بالامازيغيه والامازيغ غير الناطق بالامازيغيه، بالاضافه الى الامازيغ المستلابون الذين تم غسل دماغهم وتمسحوا في عباءات الشرق، رغم ان قريش لا تقبل بهم ولا تعترف بهم عربا وتسميهم بشتات الرومان وبالبربر يعني، ولكن ماذا تقول لمحبي الذل والهوان. ثم جاءوا هؤلاء يعني، ولدينا في المغرب ما يسمى ب اتحاد المغرب، الاتحاد الوطني لكتب المغرب، وفي في في يعني القانون الداخلي لهذا الاتحاد يعني يجمع الكتاب المغاربه، وفي قوانينهم الداخليه هدف هذا الاتحاد هو الرقي بالادب العربي والكتاب العربي الى اخره. فلما التحق الكتاب الامازيغ قالوا نحن مغاربه يجب ان نغير، لان نحن نكتب بالامازيغيه لا يمكن ان تستمر قوانينها الداخليه يعني تحث على النهوض بالكتابه العربيه والادب العربي والثقافه العربيه، ونحن لا نسمع عرب ولا نكتب بالعربي نكتب بالامازيغيه. فرفض مجلس اداره هذا الاتحاد الذي يغرد خارج التاريخ والذي يعادي الهويه الحقيقيه والاصليه للارض الامازيغيه شمال افريقيا، وخرج الامازيغ من هناك واسسوا جمعيتهم جمعيه تيرا للامازيغيه. اذا اردنا هذا هو باختصار يعني كيف كتبت اللغه وكيف تم اعتمادها قانونيا في المغرب. لا شكر. شايش، بالنسبه للغه الكرديه الكتابه ومراحل تطورها. نعم علي، اولا لنبدا باللغه المحكيه ثم ندخل الى الشق الثاني الكتابه. طبعا من اجمل صفات التي تتميز بها اللغه الكرديه انها لغه لهجات. فمثلا نحن في كردستان سوريا نتكلم اكثر من 5 لهجات. طبعا بطبيعه الحال هي قريبه الى بعضها ونفهم على احدنا من الاخر، وانت شخصيا استضفت على قناتك كردا من الاجزاء الاربعه من كردستان، يعني لا توجد مشكله في التواصل، لا توجد مشكله في التواصل بين صحيح. هذه اللهجات.
طبعا لماذا اللهجات؟ لماذا الكرد يتكلمون اللهجات؟ بالأساس اللهجات الكردية يعني أتت نتيجة لتوزع الجغرافيا الكردية. قديما كان الكرد بأسلافهم يتكلمون ثلاث لهجات: اللهجة الزاغروسية كانوا يتكلمون بها الخوريين والميتانيين، ثم الهندو إيرانية كان يتكلم بها الميديين وهي لغة الأفيستا، ثم اللغة يعني الهندو أوروبية كاللغة الميتانية. هذا بالنسبة للغة. طبعا هناك تواصل لغوي بين الكرد وأسلافهم، وسأتي على ذلك في الشق الثاني من الكتابة. أما الكتابة علي، فتاريخ ظهور الكتابة غير معروف على وجه التحديد. طبعا يصنفه العلماء على مراحل. كردستان بأجزائها شهدت ثلاث أو أربع مراحل للكتابة، من مرحلة الصور، فمثلا عندما تحاول أن ترسم نهرا فأنت ترسم مجرد نهر عادي، ثم الرسم التصويري، فمثلا تكتب شدتين أو ترسم شدتين فوق بعض فذلك يرمز إلى النهر، ثم بعد ذلك الخط المسماري الذي كان اخترعه الكرد السومريين. طبعا هذا الخط نضج عند الكرد السومريين. ثم في مرحلة لاحقة الخط الإغريقي، ثم استخدم الكرد الخط البهلوي بشقيه الإشكاني والساساني، ثم مع الغزوات الإسلامية والفتوحات الإسلامية سميها ما شئت الخط العربي، وأخيرا الخط اللاتيني. هذه هي مراحل الكتابة التي مرت بها الكتابة الكردية. طبعا علي، بالعودة إلى اللغة الكتابة السومرية، طبعا السومريون معروف أنهم إلى الآن أول من كتب على الألواح الطينية، ودونوا يومياتهم وأعمالهم اليومية وتاريخهم وقصصهم على ألواح الطين. طبعا الكثير من الباحثين وخصوصا العرب لسبب أو لآخر، وبعد أن فشلوا بتنسيب السومريين إلى العرب وإيجاد صلة بينهم لإيجاد موقع رجل في أرض الحضارة بلاد ميزوبوتاميا، فهم يقولون مثلا السومريون جاءوا من الهند، أو أحيانا الكرد جاءوا من الهند وليس لهم علاقة مع السومريين. طبعا أنا أجريت بحث، وأشكر بالمناسبة الأستاذ مرشد اليوسف لأنه ساهم في شرح هذه المعضلة. هل يوجد تواصل لغوي بين الكرد الحاليين والسومريين؟ علي، حضرتك تتكلم الكردية بطلاقة، ويعني اخترت بعض الكلمات السومرية المكتوبة على الألواح التي تمت ترجمتها، وسوف ألقيها الآن عليك لنرى إن كنت تعرفها أو لا. عندما نقول كلمة لولو، ماذا تفهمها مثلا؟ لولو نخاطب الرجل، لو فأنت تصيح، وليلي للأنثى. طيب عندما نقول كال، كال الرجل الكبير بالعمر أو القدر، قال الرجل الذي يمكن الاستفادة منه، الرجل القائد. طبعاً عندما نقول قال زردشت، يعني النبي زردشت، وقال بمعنى في المقدمة قائد. نعم علي، تماماً. نقطة صغيرة أود يعني تفسيرها. اللغة السومرية أو اللغة الكردية الحالية هي اللغة إلصاقية، لغة إلصاقية. لذلك العلماء عندما فكوا الرموز السومرية أو الرمز السومري عبر نقش بستون، فواجهتهم هذه المعضلة. يعني مثلا دارستان لم يكونوا، يعني كانوا يقرؤون، أما ماذا تعني هذه الكلمات؟ لذلك اضطروا إلى سؤال السكان المحليين وهم الكرد بطبيعة الحال حتى عرفوا التفاسير. اللغة السومرية لغة التصاقية، فمثلا للتوضيح إذا قلنا كلمة دار تعني قطعة خشب، ثم ألصقنا فيها ستان، فدارستان تعني الغابة. طبعا إذا أخذنا نفس الجذر دار
وثم هيرو اللاصقة هيرو، نحصل على كلمة دار هيرو وهي شجرة التخمية، دار وثم اللاحقة بست، دار بست أي النعش الذي يحمل عليه الميت. طبعا عليه بعض الكلمات الأخرى، مثلا عندما أقول باراتا بارامن بار، ماذا تعني لك الكلمة حصة بار؟ حصة. جه 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 شعير جه شعير. ماك ماك يا الأم يعني ماك ماك هي الأم طبعا. و يعني نظرا لضيق الوقت، يعني هناك الأكثر من 150 كلمة أنا دونتها، يعني أنا دونتها لمن يود السؤال، يعني أستطيع أن أعمل منها فيديو. طبعا هذه اللغة الكردية المحكية لها جذور تاريخية تعود إلى السومريين والكاشيين والقوريين. طبعا بالإضافة إلى نقطة أود توضيحها، بأن اللغة هي كالكائن الحي، عنصر حي، فهناك كل يوم ألفاظ تولد وهناك ألفاظ تموت لعدم استخدامها. نعم علي، بإيجاز أستطيع، هذا ما أستطيع أقوله عن اللغة الكردية. أمر جميل، خاصة بالنسبة للسومريين دوما كنا نقرأ ولا نعلم، كنا نعتقد أن السومريين شعب منقرض، ولكن هذه الكلمات هي في الفعل كلمات كردية. أنتقل إلى يوغرتين. يوغرتين بالنسبة للشعب الأمازيغي وموضوع الأديان والمعتقدات، حبذا لو تتكلم عنها. طبعا قبل ان اتطرق الى هذا الموضوع اريد فقط ان اعلق على نقطه قالها السيد شيش في مداخلته، وربما سناتي الى طرحها في محور يعني الافاق والوضع الحالي يعني يعني والمقاربه السياسيه للموضوع. حذاري ان يستغل نقطه اختلاف التعبيرات الجهويه في اللغه الكرديه كما حاولوا ان يقوموا بنفس الفعل معنا، حتى نتهم اننا لسنا لدينا لغه وانما فقط لهجات متفرقه الى اخره، فلا تستحق ان تكون لغتنا لغه مؤسسات لغه اداره ولغه رسميه في الدساتير، وهذا شيء خاطئ لان جميع لغات التعبيرات ثم تم تجميعها بما في ذلك لغه البدو ولغه قريش التي كانت لهجه فلان ولهجه كليب ولهجه لا اعرف ماذا، ثم تم تجميعه، حتى القران نزل بسبع لهجات يعني حتى يفهم كل القبائل، حتى هذا يعني اختلاف التعبيرات هو غنى اللغه، الاصل اللغه الام اللغه الكرديه يعني، وهذا كله مرادفات ما كان يتكلم به السيد شيش هم مرادفات لكلمه واحده تدل على غنى هذه اللغه. اذا حتى لا يعني اغلق القوس وامر الى النقطة التي تكلمت عنها سيد علي، المعتقدات والأديان. طبعا الأمازيغ هم كانوا بطبيعة الحال على عدة ديانات وثنية، وكانت لهم آلهات، يعني نذكر منها الإلهة تانيت، إلهة الخصوبة، أو أنزار إله المطر، أو أكوش الذي نستعمل الكلمة أكوش اليوم في المعجم الأمازيغي كمرادف لكلمة الله أو God يعني، ويعني مجموعة من الآلهات في الميثولوجيا الأمازيغية. ثم بطبيعة الحال هناك بطبيعة الحال بعد هجوم الملك البابلي على مملكة يهوذا وسقوطها في القرن العاشر قبل الميلاد، يعني هاجر اليهود إلى شمال إفريقيا واصبحوا يعني مكونا رئيسيا في نسيج الامازيغي، يعني ولذلك نحن نكن كل الاحترام والحب والتقدير ومشاعر الصداقه والمحبه الى الشعب اليهودي، ونتمنى له وللشعب الاسرائيلي يعني الذي قام في نهايه المطاف باقامه دولته القوميه على ارضه التاريخيه، نتمنى لهم الازدهار والرفاهيه ويعني المستقبل الظاهر. ثم بطبيعه الحال نتكلم ايضا عن يعني بالفرنسيه نقول لا ميموار جوديو امازيغ او جوديو بربير، يعني الذاكره اليهوديه والامازيغيه المشتركه، ولذلك هناك كلمات عبريه كثيره مثلا في اللغه الامازيغيه نقول تحنو يعني البيت او المحل، نقول احد مرادفات فعل راى يعني راى، لدينا كلمات
بطبيعة الحال بالذات أصول أمازيغية صرفة مثل الناش شو رعا إلى آخره، ولكن لدينا كلمة مثلا عبرية إزر إزراء، وين هنا جاءت كلمة إسرائيل إسرائيل رعا إل إل الإله العبري القديم إل، لذلك تجد كلمة إل حتى في ملائكة العرب، يعني ملائكة الإسلام هم يهود في نهاية المطاف، إسرافيل عزرائيل جبرائيل إلى آخره. ثم يعني هناك مقابر يهودية تعود إلى يعني مئات السنين إلى آخره. ثم بطبيعة الحال كانت هناك المسيحية أيضا دخلت إلى شمال إفريقيا، نذكر مثلا أحد أعمدة الكنيسة عبر التاريخ القديس أوغسطينوس اللي هو أمازيغي يعني، وبطبيعة الحال استعمل الأمازيغ المسيحية لمقاومة روما غير المسيحية. ثم عندما انقلبت روما مسيحية في القرن الرابع الميلادي قاومها الأمازيغ بمذهب الدوناتية الذي خلقه الراهب دونات الذي كان ينتمي إلى أحد القبائل الأمازيغية، ثم انقلبنا إلى الدوناتية التي هي تعتبر مدرسة من المدارس المسيحية لكنها يعني فلنقول مدرسة مقاومة للمسيحية الرسمية في روما. وهذا هذه المقاربة للدين عند الأمازيغ استمرت إلى يومنا هذا، ربما سنأتي إلى ذكر هذا في فيما بعد، لأنه حتى مطالبتنا اليوم في الدولة الحديثة نحن الحركة الأمازيغية سواء في المروك أو مرنواكوش المسمى خطأ اليوم بالمغرب، لأن المغرب هو يعني تسمية إسلامية يعني الغرب الإسلامي، ولكن الاسم الحقيقي هو أمورنواكوش التي اشتقت منه كلمة مراكش، مدينة مراكش الشهيرة. أمورنواكوش يعني أمور الوطن أو الأرض، أكوش للنسبة، وأكوش يعني الإله يعني أرض الإله أو الأرض المقدسة. يعني إذا أخذنا يعني المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا، جميع الحركات الأمازيغية الموجودة على تراب شمال إفريقيا كلها تنادي بالعلمانية. مثلا ما هي العلمانية في نهاية المطاف؟ العلمانية هي مقاومة الدين، الدين المركز، الدين الرسمي، الدين الذي يدخل في شرعية الحاكم، الدين الذي يستعمل لفرض الوصاية على المجتمع إلى آخره. سنتكلم عن هذا النقطة عندما نصل إلى نقطة يعني الإسلام وعلاقته بالشعب الأمازيغي. ثم بطبيعة الحال يعني لدينا نفس المنطق، الدوناتية تماما في القرن الرابع اتخذها الأمازيغ لمقاومة الديانة الرسمية لروما المستعمرة إلى آخره الأجنبية على الأرض، ولم تتمكن روما يعني بعد هزيمتها بفضل المقاومة يعني الأمازيغية، رغم أنها أسقطت نوميديا وموريتانيا، لكن بطبيعة الحال في سنة 40 ميلادية، لكن المقاومة الشعبية استمرت حتى إخراج روما، ولم تستطع لا روما ولا غيرها أن تسحق أو تمحو البصمة الأمازيغية، فاستمر الأمازيغ على عادتهم وتقاليدهم ولغتهم ومطبخهم إلى آخره. ثم بطبيعة الحال لنستمر في موضوع الديانات بعد المسيحية يعني وبعد يعني القرن الأول الهجري، يعني جاء الاحتلال الاستيطاني الغاشم العربي الإسلامي إلى شمال إفريقيا، وفي عهد الدولة الدكتاتورية الإرهابية الأموية في دمشق. ثم بطبيعة الحال استطاع الأمازيغ على يد البطل الأمازيغي الكبير ميسار المطغري في أن يعني يسحق العرب في حروب كبيرة، واستطاع أن يهزم العرب ويردهم إلى جزيرته، ويعني فصل المغرب عن المشرق، ويعني من استمر في هذه المسيرة بعدها هو البطل الأمازيغي خليد الزناتي، يعني الذي استمر على نفس المنوال، ومن ذلك الوقت يعني استقل المغرب عن المشرق، ويعني تمت يعني برزت ممالك وإمارات أمازيغية بعد دخول الأمازيغ إلى الديانة الإسلامية، نذكر منها إمارة نكور في الشمال، برغواطة، سجل ماسة، وحتى بعد دخول الإسلام دخول الأمازيغ في الإسلام حدثت تغيرات خطيرة دائما في هذه المقاربة بين الدين ورفض الوصاية، الدين ورفض الاستعمار، الدين ورفض العنف، الدين ورفض القهر، الدين ورفض يعني الاحتلال. مثلا ابن خلدون في مقدمته يقول انه الامازيغ ارتدوا عن الاسلام 12 مره. دوله برغواطه او اماره برغواطه اللي كانت اقوى اماره بعد دخول الامازيغ للاسلام، والتي يعني خلقت دينا امازيغيا على شاكله تجربه الدوناتيه في حربنا مع الامبراطوريه الرومانيه.
البرقواطيين خلقوا دينا جديدا يسموه الإسلام، لكنهم كتبوا قرآنا آخر، عدد صلوات أخرى، طقوس أخرى مستوحاة من التراث والقرآن والإنجيل، وخلقوا دينا لهم. الأباسير دائما يريدون أن يمزغوا كل ما هو وافد على أرضهم. حتى مثلا ما نسميه نحن باللهجة المغربية، الدارجة المغربية، هي البنت الشعرية الأمازيغية، رغم أن هناك كلماتها عربية فيها معجم أمازيغي فرنسي بطبيعة الحال الأخير، لكن تم تمزيغ اللغة وتمزيغ قواعدها، فأصبحت اللهجة المغربية لهجة بكلمات عربية لا يفهمها العربي الحقيقي لأنها ليست عربية. ثم تم تمزيغ الدين، وبعد حتى بعد يعني دخول فرنسا ما كان يسمى، نسميه نحن في المغرب تاريخيا ببلاد المخزن وبلاد السيبا. بلاد المخزن أي بلاد المركز، أي بلاد السلطان الذي دخل في معاهدة مع الاحتلال الفرنسي تسمى معاهدة الحماية لو بروتيكتورا فرونسي، ومع إسبانيا يسمى بالحماية الإسبانية لو بروتيكتورا إسبانيول. وهذا المعاهدة دورها هو أن تأتي فرنسا لإخضاع مجموع التراب الوطني إلى حكم السلطان الذي كانت قد طارت عليه. فالحدود التي يتحكم فيها السلطان المغربي آنذاك صغيرة جدا تسمى ببلاد المخزن، بلاد المخزن، وأغلبية التراب الوطني خارج سيطرة السلطان، خارج سيطرة السلطان السياسية، لكن استمر الاعتراف بالسلطان كرمز ديني إلى يعني تسمى ببلاد السيبة أو البلاد السائبة، يعني خارج عن القانون، أو في المعجم العربي السائب هو الحر أيضا. ثم يعني هذه القبائل كانت تتعامل مع الدين بشكل مختلف تماما عن السلطة المركزية. السلطة المركزية تطبق الحدود، تقطع الأيادي، تجلد الناس، تقطع الرؤوس، في حين أنه الأمازيغ والقبائل الأمازيغية خارج سلطة السلطان السياسية الذين هم مسلمون أيضا وعندهم مساجد إلى آخره، كانوا يطبقون الإسلام بشكل مغاير تماما، لا تقطع يد ولا يقطع رأس ولا يجلد أحد. وحتى المفاهيم فهم الصوم فهم الزنا، القوانين التي يعملوا بها القوانين الوضعية نسميها بالأمازيغية زفان، التي هي يعني تبجل كرامة الإنسان وتعطيه القيمة العليا على قيمة النص بالمفهوم الأصولي أصلا. ويمكن أن نتحدث عن التفاصيل فيما بعد أو في نطاق الأجوبة على أسئلة المشاهدين حتى لا أطيل. ويعني هذا هو الأديان التي مرت على المغرب إلى حدود الساعة. طبعا اليوم الخريطة الدينية الدقيقة لشمال إفريقيا عموما، ولكن المغرب بما أنني مغربي، يعني هناك غالبية من المسلمون. الإسلام المغربي غريب بعيد ومختلف عن الإسلام المشرقي، يعني هناك من هم خارج دائرة الإسلام من اليهود الذين لا زالوا يعيشون في المغرب، هناك اليهود من أصل مغربي الذين يعيشون في إسرائيل. أنتم تعلمون أن سدس المجتمع الإسرائيلي هو من أصل مغربي. لدينا المسيحيون التي لا تعترف بهم الدولة، أي أنهم خرجوا من الإسلام وتحولوا إلى المسيحية. وهناك بطبيعة الحال لادينيون، يعني الربوبيون، الملحدون إلى آخره. هذه هي الخارطة الدينية للمغرب اليوم. جميل. أعزائي المشاهدين، بالنسبة لأسئلتكم، بعد أن أنتهي من أسئلتي كي لا يكون هنالك انقطاع، سوف أقرأ الأسئلة على الضيوف. شايش، بالنسبة للكتب والأديان والمعتقدات. نعم علي، بالنسبة للدين، الدين بشكل عام هو يعني تراث إنساني نتيجة تفكير البشرية بشكل عام. طبعا الدين عندما بدأ هو جاء من هذا السؤال، من أين أتينا وإلى أين سنذهب؟ الدين مر بعدة مراحل، السحر والشعوذة ثم عبادة الأجداد، بعد عبادة الأجداد عبادة رئيس القبيلة، ثم مع ظهور ملوك أقوياء ظهرت فكرة الإله القوي. طبعا كردستان أو ميزوبوتاميا احتضنت جميع هذه المراحل لأنها كانت يعني منطقة استقرار أولا، والطبيعة الجغرافية، الجو الدافئ، يعني ساعدت على الاستقرار والتفكير يعني بهذه الروحانية. طبعا كردستان شهدت أهم حدث ديني، يعني أهم حدث ديني هو التحول من عبادة الإله الأنثى إلى الإله الذكر. هذا يعني يعتبر فاصل تاريخي مهم. يعني مثل ما ذكرنا، مع ظهور ملوك أقوياء ظهر فكرة الإله الواحد،
أول فكرة توحيدية ظهرت من هنا. ثم بقية الآلهة مثلا إله المطر، إله الرعد، تم بناء مجمع للآلهة، وثم مدن مثلا مدينة أربيلو، يعني أور بيل، الأور هي المدينة والإيل هو الإله، أي مدينة الآلهة. طبعا الإيل جاء على ذكرها يوغرتين، لفظة إيل هي بالأساس لفظة قديمة أخذها الآشوريين وعطوها للكلعانيين، فأصبحت الإله بعل. حتى الآن العرب يقولون هذا بعل، يعني هذا زوجي، هو المسؤول عني. نعم علي، بالعودة إلى أديان الأكراد، فإن السومريين هم الأساس تقريبا، هم الأساس، لأنهم دونوا هذه المعتقدات على ألواحهم. وطبعا أي إنسان مهتم بعلم الأديان يعني لابد أن يمر على أسطورة الخلق السومرية، أسطورة جلجامش وغيرها. مجموعة الأديان هذه كانت تسمى الأديان الشمسانية. بالعودة إلى الإمبراطورية الميتانية علي وفكرة التوحيد، جميعنا سمعنا بنفرتيتي الملكة الكردية التي تزوجت من أمنحوتب أعتقد الرابع في مصر، بدعم من زوجها قامت بنشر فكرة التوحيد في مصر. بدل الإله رع أصبح يعبد إله الشمس. ثم بعد أن مات زوجها قامت عليها ثورة، والقصة معروفة. المجموعة الأديان سميت الشمسانية ثم اليزدانية. طبعا مع الأساطير، عفوا، الأديان الكردية كانت يعني الميزة التي تتمتع بها أنها تعطي نوع من الأسطورة، سواء أسطورة الخلق أو غيرها. مع مجيء زردشت قام زردشت بتجميع هذه المفاهيم والمعتقدات في كتاب الأفيستا. طبعا زردشت كأصل كردي، ولكن الكرد عفوا لم يؤمنوا به، لم يأخذوا رسالته، فتوجه إلى الفرس وأصبح دين الفرس. بعد الزرادشتية، بعد أن جاء الفرس ووقعت الإمبراطورية الميدية، أصبح الدين الرسمي للكرد هو الزرادشتية، لأن الفرس أجبروا الشعوب على اعتناقه. طبعا بعد الزرادشتية ظهرت المثرائية واليزدكية والمانوية، إلى مرحلة قدوم الغزوات الإسلامية تغير كل شيء. تم محاربة الكرد في أديانهم، في معتقداتهم. الكرد طبعا قاوموا الاستعمار فترة طويلة، إلا أن اضطر الخليفة عمر بن الخطاب إلى إصدار أمر حيث قال فيه يعني سنوهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية. بطبيعة الحال الكرد تعرضوا إلى مذابح كثيرة في عهد عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء، فقط للحفاظ على دينهم. بعض الكرد الذين اعتنقوا الديانة الزرادشتية هاجروا إلى شمال الهند. بعد قدوم الإسلام بعض الكرد أسلموا، أما البعض الآخر ظل على معتقداته السابقة. نرى علي الأديان القديمة الكردية، نرى آثارها الآن في الديانة الأزيدية والديانة اليارسانية والعلوية، وحتى الدروز الموجودون حاليا في سوريا ولبنان، فهم بالأصل العقيدة وحتى الجنس هم ينتمون إلى الكرد. يعني هذا بشكل عام بالنسبة للأديان. يعني الأكراد كانت لديهم أديان سابقة، ما زالوا يحتفظون بها. فمثلا أنا من خلفية إسلامية، والدي مسلم وأمي مسلمة، وأنا إلى الآن مثلا مكتوب على هويتي مسلم، وأنا من مواليد الثمانين، ولكن في كثير من الأحيان كنت أحلف مثلا بالشمس، وأنت من مواليدي وتعرف مثلا فيرو كاسر مر، كنا نحلف أنه أحلف بهذه الشمس. يعني طرق العبادة عند الأكراد تختلف بشكل عام عن الإسلام. فطرق العبادة عند الأكراد كان أساسها العمل الصالح، التفكير الصالح، والقول الصالح.
العبادة لله كانت بشكل المحبة عن طريق الموسيقى، طبعا من أيام الميديين. بالعودة إلى الأساطير، طبعا نحن في هذه الحلقة يعني لا نحاول المس بمعتقدات الآخرين، ولكن نتناول التاريخ. فمثلا من الأسطورة السومرية، عندما تناول الإله أنكي، إنكي عفوا، يعني الخضار، شجرة الخضرة، فأصابه المرض فاعتل الضلوع، فمن أحد الضلوع ظهرت حواء، حياة، ثم أصبحت حواء في الديانات العبرية. العبرانيين أو الديانات القديمة أخذوا 10 ملوك سومريين، 10 ملوك سومريين أكراد، وجعلوا منهم أنبياء، وهذه قصة آدم وأبنائه. السومريين عندما قاموا بتجفيف المستنقعات وعملوا منها مدينة خالدة، المدينة الخالدة مدينة الآلهة، أصبحت هي الجنة عند العبرانيين. الزردشتية، يعني لأي إنسان يود أن يعرف طبيعة العلاقة بين الإسلام والزردشتية، فالزردشتية هي المصدر الأساسي للإسلام بتعاليمه. المثرائية هي المصدر الأساسي للمسيحية بتعاليمه. طبعا بطبيعة الحال علي، جميع الأديان وليس الإسلام فقط، جميع الأديان والمعتقدات تحاول الحفاظ على سرية مصادرها، يعني لربطها بالإله والسماء. بشكل عام أستطيع أن أقول هذا عن ديانات الكرد. نعم عادي. طيب نأتي إلى يوغرتن. بالنسبة أنت ذكرت، هل تسمعون يوغرتن؟ اسمعوك جيدا. أنت ذكرت أسماء الممالك والإمارات الأمازيغية في حديثك قبل قليل، حبذا لو تكرر مرة أخرى. لا مشكلة، يعني تقريبا يعني أول تنظيم سياسي دعنا نقول أمازيغي طبيعة الحال، هو حتى دونت السنة هنا يعني في سنة 200 قبل الميلاد أو 202 بالضبط كما يقول المؤرخون قبل الميلاد، يعني هي مملكة نوميديا، يعني نوميديا تأتي من الأمازيغيات نومدا، اي ارض الصقور او ارض النسور، لانها كانت صحراء قاحله وهناك الكثير من الجيف تحوم حولها الصقور والنسور، فسميت نبدا، ويعني ما يعرف اليوم بالجزائر وتونس يعني. ثم يعني بعد وتؤسست عفوا مملكه نوميديا على يد القائد الامازيغي الكبير ماسينيسا او ماسنسن باللغه العربيه سيدهم او سيد القوم يعني. ماسينيسا هو صاحب الجمله الشهيره افريقيا للافارقه يعني، وحتى نحن من اطلقنا اسم افريقيا على قارتنا يعني. وبطبيعه الحال بعد 100 سنه يعني اعتقد يعني اكثر او اقل بقليل تم انشاء مملكه مجاوره لمملكه نوميديا، هي مملكه موريتانيا او تاتي من الامازيغيه نورثان، اي يعني صاحبه البساتين صاحبه الجنان، يعني لان بحكم اطلالها على المحيط الاطلسي وعلى البحر الابيض المتوسط وببروده جبالها الى اخره، هناك اراضي خصبه، هناك خضره، هناك مياه، هناك وديان، فسميت يعني ارض البساتين، وهي ما يسمى حاليا يعني بالمغرب وموريتانيا الحاليه الى حدود نهر السنغال. يعني هذا هو يعني المملكتين الاساسيتين كتنظيم سياسي يعني مبدع جدا في ذلك الزمان، وهي نوميديا وموريتانيا، وهؤلاء الممالك بين قوسين يعني من التاريخ المغضوب عليه في يعني في حكام شمال افريقيا الذين يريدون ان يبينوا لنا، لن حتى لا ابالغ طبيعه الحال، الامور تغيرت مؤخرا بسبب ضغط نشطاء الحركه الامازيغيه، لكن على مر العصور يعني تم إقبار هذه الحقائق حتى يبين لنا أننا كنا في ظلمات الجهل، فجاء العرب وجاء الإسلام وجاء النور، يعني تعرفون الأسطورة المشروخة التي يستعملونها لتدمير أي شعب أصيل. ثم بطبيعة الحال هذه المملكتين دارت بينهما يعني حروب، وتوحدوا
على يعني ومن أسس ملك مملكة موريتانيا عفوا هو بطبيعة الحال الملك الأمازيغي القديم باخوس بوخوس، وبعد ذلك تم توحيد المملكتين سنة أعتقد 40 ميلادية إن لم أخطئ، نعم 40 ميلادية، لا عفوا 25 قبل الميلاد على يد يوبا الثاني، ثم في 40 ميلادية حصل الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا. يعني هؤلاء هاتين المملكتين الأبرز تاريخيا في تاريخ الأمازيغ كان لهم ملك ومؤسسات ومدن مزدهرة إلى آخره، وصق للعملة النقدية، وفي عهد الأمازيغ كتبت كتب بطبيعة الحال عقود وعقود وسنوات وسنوات قبل مجيء الاحتلال الشيطاني الغاشم العربي الإسلامي. يعني كان هناك كتب كتبات، إذا نذكر مثلا يعني بطولمي يعني الملك الأمازيغي الذي كتب أول رواية في تاريخ الأدب الإنساني وهي تحولة الجحش الذهبي، يعني لاندور والميتامورفوز. وبعد ذلك يعني كان هناك يوبا الثاني العظيم الذي كان يعني يتقن أكثر من لغة وكتب أزيد من 65 مؤلف في شتى العلوم من بينها حتى لابوتانيك، يعني ماذا يقول له بالعربية، علم النباتات، يعني كتب كتب يتكلم فيها عن أنواع النباتات إلى آخره، ما يزيد عن 65 مؤلف. كل هذا يعني يسمونه العرب بظلمة الجهل. فيعني ما يعني كيف يعني كيف عندما تكون السياسة يعني ليست في صالحك، كيف من لا حضارة لا يدعي أنه أحضر لك الحضارة؟ يعني غريب هذا المنطق. يعني بدو الصحاري أصحاب المعلقة السبع يريدون أن يعلموا الأمازيغ والكرد الحضارة، يعني نكت لا أول ولا آخر لا. ثم بطبيعة الحال عندما جاء الاستعمار الروماني فكانت هناك مقاومة كبيرة، برز مقاومون قطور على رأسهم تكفاريناس الأمازيغي يوغرثل الذي يحمل اسمه، يعني ومن هنا استغل المنبر لأتقدم بأحر شكري وامتناني إلى والدي الذي أصر رغم عناد السلطات أنذاك بتسمية اسم الأمازيغية المقاوم يوغرثل الذي كان ملكا وحارب روما وكتب عنه كتابا المؤرخ الروماني سالوس أعتقد أو سالوس عفوا المؤرخ سالوس الذي هو مؤرخ روماني، يعني كتب كتاب يعني يتكلم عن حروب يوغرثل، ويوغرثل توفي بعد أن تم اعتقاله من طرف الرومان، ويعني الزنزانة التي توفي فيها الملك يوغرثل لا زالت موجودة في روما إلى يومنا هذا، ولا زال يزورها السياح في عاصمة إيطاليا روما إلى يومنا هذا. ثم بطبيعة الحال بعد الاحتلال الشيطاني الغاشم العربي الإسلامي وبعد فوز ميسرة البغري وبعد خالد الزناتي وطرد العرب من شمال إفريقيا المقدسة، تم إنشاء ممالك بعد يعني دخول الأمازيغ الإسلام كما ذكرتها في ما سبق في مداخلتي السابقة، كانكو، كسجل ماسا، كبرغواطة. ثم طبيعة الحال هناك إمارة صغيرة رابعة يعتمدها النظام الرسمي في المغرب والسردية الرسمية في المغرب التاريخية على أنها هي من أسست إلى دولة المغرب، وهذا غير صحيح، هم الأدارسة يعني إدريس بن عبد الله الذي أتى هاربا من 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 بطش الدولة العباسية لأنه كان شيعيا، ثم استقر في المغرب فبويع من طرف قبيلة أيثوريبل، بويع إماما وليس ملكا، وتم تزويجه بكنزة، ثم توفي ومر 11 شهرا فولدت ولدا اسمه إدريس الثاني. لم أرى يوما يعني ظل متزوجا بها 5 سنوات لم يكن أي حمل، ثم اسمه إدريس الثاني، ولكن التاريخ يقول أنه كان يعني مخصيا يشتغل في قصر العباسيين، هذه الحقيقة. ثم بطبيعة الحال كانت هناك هذه الإمارة الصغيرة أرادوا أن يرجعوا منها، يعني كأنها هي من يعني أسس للمغرب، لذلك يكذبون في تاريخنا ويقولون أن تاريخ المغرب هو 12 قرنا، في حين أن المغرب ليس 12 قرنا، المغرب أزيد من 33 قرن كما جاء في الكتاب القيم
لأحد الآباء الروحيين للنضال الأمازيغي سيد محمد شفيق الذي كتب كتابا لو ماروك ليستواغ دو 33 سيكل أي المغرب يعني تاريخ 33 قرن من الزمان وليس 12 قرن فأرادوا أن يبدأوا لنا التاريخ من رجل عربي فار هارب حاف عار من العباسيين فجاء إلى شمال إفريقيا فأرادوا أن يبدأوا التاريخ منه لكن هيهات الأمازيغية لها نساؤها ورجالها الذين يدافعوا عنها إلى آخر الرمق. ثم بطبيعة الحال جاءت ممالك وإمبراطوريات أخرى أمازيغية تحت الحكم يعني إسلام المسلمة كمثلا المرابطون والموحدون والقاسيون وغيرهم والمارينيون مرورا بكل هذا ومرورا بالسعديين الى الوصول الى الدوله العلويه لمده 400 سنه التي تحكم الى يومنا هذا يعني سلاله العلويين الذين يحكمون الى يومنا هذا والملك الحالي هو ملك محمد السادس وهو علوي بطبيعته. هذا يعني باختصارا هذه الممالك. طبيعه الحال لا بد من الاشاره الى شيء مهم جدا قبل ان اختم مداخله سيد علي هو انه نحن ناس موضوعيون لسنا متعصبين بمعنى ليس لأن الإمبراطوريات أو الممالك التي مرت هي أمازيغية فبالضرورة نصفق لها هذا غير صحيح وهنا بطبيعة الحال هناك شخصيات أمازيغية في تاريخ المغرب بعد الإسلام هناك إمبراطوريات في تاريخ المغرب بعد الإسلام نعتبرها شخصيات وتنظيمات سياسية ودول استبدادية داعشية إرهابية لا تمت لقيم الأمازيغية النبيلة بصلة على سبيل مثلا الموحدون الذين الذين يعشقونهم أصحاب اللحى الحالمين بعودة دولة الخلافة البائدة والذين نعتبرهم نحن يعني دواعش القرن الحادي عشر الميلادي هم الموحدون وهم أمازيغ وطار عنهم الشعب يعني الشعب كان لديه إسلامه ولكن الموحدين على يد بنو تومرة التي درس في الشرق أراد أن جاء بالأشعارية إلى المغرب وأراد أن يطبق يعني الإسلام السلفي ولكنه فشل في نهاية المطاف بعد أن قهر الشعب وهو أمازيغ أيضا لم تأن الموحدين هم من يعني شاركوا في الجريمة مع الكردي صلاح الدين الأيوبي في جرائمه الشنعاء في القدس يعني كغزاة ومحتلين إذا بالتالي هنا فقط الفرق أمازيغ نعم لكن الأمازيغ لا نندد به ونقول هذا بكل صراحة ولا عقدة لنا في قول الحقيقة يعني اختصار سيد علي هؤلاء هم التنظيمات السياسية التي مرت في شمال إفريقيا قبل الإسلام وبعده. طيب شايش ماذا بخصوص الممالك والإمارات الكردية؟ نعم علي أقام أسلاف الكرد العديد من الممالك والإمارات على أرض كردستان منذ قديم الزمان طبعا كان يصلف بعض الأحيان أن يعني تتعاصر مملكتان كمثلا العيلامية والسومرية كان يعني لم تكن هناك ممالك موحدة لكنهم بطبيعة الحال أقاموا العديد من الممالك نذكر منها مثلا الإمبراطورية الميتانية التي عاصمتها واشوكاني وهي أقدم الممالك حكمت على جميع الأراضي الكردية تقريبا وامتدت على أغلب سوريا الحالية وفلسطين حتى وصلت إلى حكم مصر بالتعاون مع الهكسوس أظن مملكة عيلام 3000 عام قبل الميلاد امتدت من سواحل الخليج الفارسي حتى البحر الميت. الممالك السومرية سومر بفجر سلالاتها الأول والثاني يعني كل مدينة كانت بمثابة مملكة ثم الكوتيين الذين هاجموا السومريين وقضوا عليهم حوالي 2500 إلى 1500 قبل العام ثم الممالك الكاشية ثم تأتي الميدية الممالك الميدية بعد سقوط الميديا ظهرت المملكة الفارسية الميدية يعني الحكم كان فارسي أما الإدارة والحروب كانوا ميديين أكراد ثم قدوم الإسكندر وظهور الإمبراطورية الإثروباتية أو ميديا الإثروباتية لأن مساحة السيطرة تقلصت ثم بعد ذلك
جاء الحكم البارثي الإشكاني إلى أن تمكن الكرد الساسانيون من استعادة السيطرة على أراضيهم بعد معارك ماراثونية مع الإمبراطورية الرومانية، ثم طلع البدر علينا في الغزوات الإسلامية. طبعا علي، الغزوات الإسلامية يعني أجرمت بحق العرب قبل الكرد. يعني لنكون صريحين، فعندما نقرأ من كتب التراث وليس من كتبنا، وليس من كتبنا ما فعله أبو بكر بزمن حروب الردة، ما فعله خالد بن الوليد في غزوه للعراق. طبعا في الجنوب كانت توجد هنالك قبائل عربية المناذرة في العراق، وكانوا يتبعون الكرد الساسانيين، والغساسنة في الشام كانوا يتبعون الإمبراطورية الرومانية. يعني أجرموا بحقهم. يعني عندما نتكلم عن الإسلام وتحوله من يعني من وجهته الأساسية، وظيفته الأساسية، بتحويل عبادة قبائل قريش من الأصنام إلى الله، ثم أخذ هذا الدين بحجته لغزو الشعوب وقتل العالم، فالعرب هم أكثر من تضرروا، أكثر من الكرد والأمازيغ بكثير. يعني طبعا الكرد بعد قدوم بعد طلوع الفجر علينا، طلوع البدر علينا، يعني في زمن عمر بن الخطاب ثاروا 40 مرة وارتدوا عن الإسلام، ورجعوا وارتدوا عن الإسلام. طبعا التجديد كان في عصر الدولة الأموية، بما يعرف بحركة الخوارج، كان أغلبها كرد. فاضطر الخلفاء الأمويين إلى إرسال من قال إني أينعت رؤوسا وقد حان قطافها، الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أجرم بحق الكرد والعرب. طبعا استغل بعد سقوط حركة الخوارج، استغل العباسيون الكرد في دعوتهم، أبو جعفر المنصور السفاح استغل الكرد في حركتهم. القائد الكردي أبو مسلم الخراساني هو مؤسس الدولة العباسية، وبعد أن استتبت الأمور قام المنصور، لأن الطبع يغلب التطبع، قام بدعوة أبو مسلم الخراساني ثم قتله وغدر به. يعني بطبيعة الحال استمرت هذه الحركات، ثورات العراق أغلبها كردية، ثم جاء بعد ذلك الدولة العثمانية. الدولة العثمانية بطبيعتها دولة حديثة، العثمانيون أو الأتراك يعني هم جديدي العهد في المنطقة، قاموا باستغلال هذا الدين وطرد الكرد من مناطقهم لإفراغ المساحة للقبائل التركية الوافدة الهاربة من ظلم المغول. ثم تأتي معركة جالديران بين الشاه عباس الصفوي والعثمانيين، بطبيعة الحال الكرد شاركوا بصف العثمانيين، ثم تم تقسيم كردستان إلى كردستان سنية وشيعية، ثم يأتي اتفاقية سايكس بيكو لتقسم كردستان إلى 4 أجزاء. طبعا حاليا الوضع الحالي للكرد، يعني نفتخر بكردستان العراق بحكومتها. لدينا الآن في كردستان سوريا إدارة ذاتية حقيقة ترقص على رؤوس الأفاعي، يعني النظام من جهة وداعش من جهة، والتركية وحلفائها من منظمات من جهة أخرى. طبعا هذا بالنسبة للممالك. يعني في العهد الإسلامي هنالك ممالك كثيرة، مثلا المروانية، الشدادية أو غيرها، وحتى المملكة أو الإمبراطورية التي لا نفتخر بها نحن ككرد، وهي الزنكية وإمبراطورية صلاح الدين الأيوبي، الذي يعني حمل شمال شباب الكرد وانطلق بهم إلى دمشق ومصر وأفظع بحق الشيعة في مصر. لذلك الكثير من الكرد المثقفين، دعك من أصحاب اللحى أو من هذا، لا يفتخرون به، لا ينسبونه أصلا
لأي له أي منجز كردي، يعني صفر بالقوم. يعني نحن بالنسبة ككرد، فكل إنسان لم يكافح ضمن أراضيه يعني من أجل شعبه فلا نعترف به بالأساس. يعني نعم علي، هذا بالنسبة للممالك والإمارات الكردية. طبعا كنت أود الحديث عن الإمبراطورية الميدية لو لضيق الوقت، أنت أعتقد أخذت وقتك جيد، لا نريد أن نظلم، نحن مظلومين بالأصل، لا نظلم بعضنا بعضا. شايش، أنت قلت الدولة البروانية، أنت تقصد الدولة الدوستكية، يا الدوسكية بطبيعة يا الحال. فاز بن دوستك. طيب، بالنسبة لنو ميديا، بالنسبة لميديا، بالنسبة لميتان، الأمر يحتاج إلى ساعات وساعات لكي يشرحها الشخص، وأنت متعمق في هذه الأمور. سأذهب إلى البرازيل إن شاء الله، سأذهب إلى البرازيل، ولكن أذهب إلى البرازيل لدى يوكرتين الإسلام وأثره على الأمازيغ. الموضوع المثير للجدل دائما، ويعني علاقة الديانة الإسلامية بجميع الشعوب، يعني حيثما طلع البدر رأيت الأنظمة الاستبداد والديكتاتورية والخراب والبطالة والفقر والجوع والقهر حتى يعني حتى لا أعرف لماذا، يعني حتى في حركة الشمس يعني تكون ملتهبة في الدول الإسلامية في عمومها، يعني شيء غريب جدا. المهم يعني فقط يعني هذا كان المزاح، ولكن الحقيقة هو أن علاقة الإسلام ليس كعقيدة وإنما كنظام سياسي، لأن يجب أن نفرق بين الإسلام كعقيدة والإسلام كنظام اقتصادي سياسي و يعني جوريديك قانوني. هي منظومة تشريعات ومنظومة عقائدية، كل ما يتعلق بالإيمان، إيمان الناس بالله والصلاة له والدعاء له وصوم رمضان والحج يعني والزكاة والشهادتين، كل هذا لا يؤثر في المسلسل الديمقراطي. لأن ما يهمنا اليوم في دولنا الحديثة في الدول القطرية هي أن نصل إلى رفاهية العيش، نصل إلى السيادة الشعبية، وبالتالي طريقنا إلى الديمقراطية لا يعيقه صلاة فلان وصيام علان، وإنما ما يعيقه هي هذه المنظومة، منظومة التشريعات، منظومة الفقه الميت، منظومة القوانين الإسلامية، منظومة ال الطب النبوي وتعارض العلم الحديث مع ما يقدمه لنا الفقه الإسلامي. هذا هو ما يعيق المسلسل الديمقراطي. إذا بالنسبة لنا علاقة الإسلام بالأمازيغ، هناك العلاقة القديمة وهناك العلاقة الجديدة. العلاقة القديمة هي العلاقة الطبيعية، أي أن هناك اعتقاد الناس في الإسلام، هناك إيمان الناس في الإسلام، هناك تدين الناس بدين الإسلام في عمومهم أمازيغ، وهناك من يقوم بالطقوس العبادات من صلاة وصوم إلى غيره، هناك من لا يقوم بالطقوس. نحن الأمازيغ يعني في المنطقة التي أنحدر منها في الأطلس المتوسط، يعني حتى مفهوم الحج لم يعرف إلى يعني قريب جدا، يعني لا يوجد ولا واحد ذهب إلى الحج، يعني عندنا نحن إلى أبد قريب، إلى زمن قريب. يعني الصلاة، هناك من يصلي، هناك من لا يصلي. نحن الأمازيغ يعني أتذكر في الأطلس المتوسط يعني إلى حدود التسعينات، يعني القرن الماضي، الكثير يصلي بدون وضوء، يعني هناك من لا يصلي، هناك من يصلي بالحذاء. لم يكن عندنا هذا الإسلام بالشكل الذي نراه اليوم. إذا بطبيعة الحال، أما العداء، يعني العداء للآخر، العداء للمختلف، العداء لمن لا يتقاسم معك نفس نمط التدين، لم يكن له وجود بتاتا في المجتمع الأمازيغي. ثم أواخر السبعينات، بداية الثمانينات، بعدما اشتد الخناق على الملك الراحل الحسن الثاني من طرف تيارات اليسار، وهنا لا أرمي اليسار بالورود، لأن اليسار المغربي هو يسار عروبي
ساهم في إبادة الأمازيغية وصرح بها المقبور يعني عبد الجابري، وهو أمازيغي لم ينطق حرفا بالعربية إلى أن وصل إلى سن 12 سنة، ينحدر من منطقة سوس، كتب كتابا يقول فيه بإبادة اللغة الأمازيغية، يعني قال صراحة اليسار يسار عروبي، خرج من رحيم اليسار المشرقي العروبي، يعني من الناصرية والأحمق القذافي إلى آخره وأحزاب البعث بطبيعة الحال. ثم هذا اليسار كان يشدد الخناق على الملك الراحل حسن الثاني سياسيا، أي طالب بانتخابات نزيهة بديمقراطية بفصل حقيقي للسلطة إلى آخره. ثم لكي يعادي اليسار، لأن اليسار في المغرب كان يسارا علمانيا، حتى يعادي اليسار وجد طريقة واحدة هي أسلمت المجتمع، فنشر المدارس القرآنية منذ الثمانينات، فبدأ ظهور التيارات الإسلامية في المغرب مثل العدل والإحسان إلى آخره. واليوم لدينا حزب العدالة والتنمية وحزب إسلامي، حركة التوحيد الإصلاح أكبر حركة دعوية في المغرب. كل هذا لم يكن له وجود لا في الخمسينات ولا في الستينات ولا في السبعينات، وكأن المغاربة أصبحوا مسلمين فقط ابتداء من 1979 أو 1980 يعني. وبعد أن ظهرت هذه التيارات وسمح النظام لها بالتوغل والتغلغل في المجتمع، فقامت بغسيل دماغ المغاربة، فأصبح لدينا صراعات حتى داخل الأسرة، أي أن الأب والأم كانوا يعيشون إسلامهم في الشعب الطبيعي الأمازيغي، ثم جاء جيل جديد يعني مش متشبع بأفكار الوهابية السعودية والسلفية المصرية إلى آخره وإخوانية، وأصبح هناك صراحة داخل الأسرة الواحدة بسبب الدين، فأصبحنا نرى المساجد تبنى فخمة، يعني نحن في المغرب فشلنا في كل شيء إلا في بناء المساجد، يعني المساجد نخصص لها الميزانيات، تبنى على أحسن مستوى على أعلى طراز، ولكن المدارس فاشلة، المستشفيات فاشلة، يعني نجحنا فقط في المساجد. ثم يعني أبدأت هذه المساجد تملأ بالمصلين، في حين كانت المساجد يعني شبه فارغة في سنوات السبعينات والستينات. ثم بدأ من يفطر رمضان علانيتان يضرب ضربا مبرحا من طرف المواطنين في الشارع، بعدما كان إفطار رمضان شيء طبيعي جدا، نحن في الأطلس المتوسط في نهار رمضان هناك من هو صائم، هناك من يشرب الشاي، هناك من يتناول وجبة الغداء، هناك من يقوم بالشواء يعني في نهار رمضان أمام الملاء، يعني أمام باب منزله، لا أحد كان يزعجه هذا الأمر، كان يعني انفتاح. اليوم تأكل رمضان نهارا في الشارع تقتل من طرف المواطنين، يعني تمت أسلمت المجتمع وظهر لنا مجتمع جديد. طبيعة الحال اليوم هو في تنازل، لأنه بفضل التيارات الحداثية الديمقراطية في البلد والسلطة نفسها أصبح ما قامت به في سنوات الثمانينات لمعارضة لتدمير اليسار أصبح يشكل خطرا عليها، وبدأت يعني جماعات إرهابية تظهر، فبدأوا يعكسون الآية، يعني رغم أن الإسلام يستمر كرقم أساسي في معادلة الشرعية للسلطة إلى يومنا هذا. طبيعة الحال نحن في الحركة الأمازيغية، يعني النشطاء الأمازيغ والمناضلون عن الأمازيغ، عن الأمازيغ القضية الأمازيغية، سواء كنا في المغرب أو في الجزائر أو في تونس، كلنا علمانيون، كل طالب بالعلمانية، كل طالب بالفصل الديني عن الدولة، لأنه من هما العدوان الكلاسيكيان للأمازيغ؟ التيارات العربية والتيارات الإسلامية، وأنا أظن أن الكرد يعانون من نفس الأعداء، التيارات العربية تعادي الكرد والتيارات الإسلامية تعادي الكرد. أنا شاهدت في التلفزيون برامج تقاتل فيها المساهمون في البرنامج فقط لأن أحدهم قال صلاح الدين الأيوبي غير عربي، هو كردي، فاشتاط الآخر غضبا، ونحن نقول لا، خذوه صلاح الدين الأيوبي لا نريده. يعني كما قال ابن زياد، هناك من يتشبث بأمازيغية طريق ابن زياد، نحن نقول ما أساء طريق ابن زياد أمازيغي، وصمة عار في جبل الأمازيغ، عبد خادم دليل لأسياده الأمويين، ماذا فعل طريق ابن زياد للأمازيغ؟ لا شيء. ماذا فعل صلاح الدين الأيوبي للكرد؟ لا شيء. قتل
ساق الشباب الكرديين الى حرب لا تعنيه بتاتا. طارق بن زياد قاد جيشا من الامازيغ ليغزو ارضا ليست لنا تلبيه لمطامع الامويين من سبايا وكنوز، ومات ميتة دليل على انه مات في الاسد رغم تكتم التاريخ الرسمي على النهايه المأساويه للعبد الدليل طارق بن زياد. طبيعة الحال سيد علي، العلاقة بالإسلام اليوم، نحن نحترم العقيدة، من أراد أن يكون مسلما فهو حر، من أراد أن يذهب إلى المسجد فهو حر، من أراد أن يصوم رمضان فهو حر، من أراد أن يصوم حياته كلها ويصلح حياته كلها فهو حر، من أراد أن يعطي أمواله لآل سعود ليذهب إلى الحج فهو حر. نحن لا نتدخل في هذه الأشياء. نحن بالنسبة لنا الإسلام يجب ألا يكون مصدرا للتشريع. طبيعة الحال الحالة في المغرب ليست كمصر، ليس لدينا في الدستور مثلا أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، الحمد لله ليس لدينا هذه الأشياء، لكن مع ذلك لا نريد أن هناك، لا زالت هناك قوانين مشحفة لا علاقة لها لا بالعصر ولا بالقرن 21 ولا بما وصل له الاحتفاء بحقوق الإنسان ولا بالجيل الجديد لحقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة، كمسألة مدونة الأسرة والإرث إلى آخره. مثلا الإرث اليوم يعني لازم يتشبثون بالذكر مثل حظ الأنثيين، في حين أن الأنثى تعيل عائلة اليوم. هناك نساء في المغرب، وأنا نسيت الأرقام، حوالي 17% أو على ما أعتقد أو أكثر من العائلات تعيلها النساء فقط، بدون تكلم عن العائلات التي يعيلها الرجل يعني الزوج والزوجة. فلماذا ستأخذ نصف حقها من الميراث؟ بل هناك نساء، لأن نحن في المغرب لدينا قوانين إرث أكثر إجحافا من الفقه الإسلامي نفسه. فهناك مثلا التعصيب، أي أنه إذا كانت المرأة اشتغلت مثلا بأموالها واشترت بيتا لكن ليس لديها ولد، لديها بنات فقط، فيأتي الأولاد من العائلة لم يصلوها يوما في حياتها ويطالبون بحقهم في الميراث لأن ليس لديها ولد، يعصب على الميراث. يعني مشاكل بالجملة. فتاة مؤخرا، ونحن حملنا شعار يعني بالفرنسية ستوب 499، يعني 499 عفوا، يعني التوقيف لقانون للفصل 490 من القانون الجنائي الذي يضع في السجن ويحكم عليه بالغرامة كل من مارس علاقة جنسية خارج إطار الزواج في القرن 21. هناك فتاة اليوم حكمت بشهر بالحبس في تطوان لأن صديقها سجل فيديو في وضعية جنسية. يعني أي دولة في القرن 21 تبحث عن التنمية في غرف نوم المواطنين؟ هذا يعني هذا يعني المضحك المبكي. فبالتالي نحن نريد دولة علمانية، أولا من أجل الحريات الفردية والجماعية للشعب المغربي الذي هو أمازيغي بطبيعة الحال، وأيضا لأن الدين الإسلامي يستعمل لتدمير الأمازيغية وتحطيمها. إلى حدوث التسعينات هناك خطب في المساجد تقول بأن الدعوة إلى تدريس الأمازيغية مؤامرة استعمارية. عن أي استعمار تتحدث؟ الأمازيغية بنت الأرض. إذا كنت أدافع عن تدريس اللغة الفرنسية وقلت لي مؤامرة استعمارية يمكن أن أتفهمها، أو الأمازيغية أو الإنجليزية أو العربية، لأنه كما قال المناضل الأمازيغي والفنان والشاعر الذي مات غدرا برصاص التيارات الإسلامية في الجزائر، الفنان معطوب لومس، في أحد حواراته في أحد القنوات الفرنسية قال بالفرنسية وسأترجمها، قال لا غابي لو فرونسي سو سون دي بوتان دو غير بور لي أمازيغ. هذا يعني أنه العربية والفرنسية نعتبرهما غنيمتي حرب، تحاربنا مع العربي العرب وبقت العربية، وتحاربنا مع فرنسا وبقت الفرنسية. هؤلاء هاتين اللغتين هما غنيمتي حرب، وهما الاثنتين غريبتين ليسوا من التربة المغربية، وهذا هو التاريخ. اللغة التي نبتت من الأرض هي اللغة الأمازيغية. فتهمنا أننا استعماريون بطبيعة الحال، وعندما ستعطي الكلمة للسيد شيش أكيد أنه سيتفق معي في هذه النقطة. يعني لائحة الاتهامات التي توجه للنشطاء الأمازيغ هي نفسها التي توجه على ما أعتقد للنشطاء الكرد،
يعني من الصهاينة وخدمة الأجندة الأجنبية والأيادي الخارجية وتزوير التاريخ. اليوم يعني سمينا بالبربر لأننا جئنا من شبه الجزيرة العربية برا سمينا بالبربر، وجئنا من اليمن عن طريق الحبشة. يعني جميع ما يمكن أن يقوموا به حتى يثبتوا أن لدينا أصلا عربية أو الهوية الوحيدة أو القومية الوحيدة في العالم التي تريد أن تفرض نفسها عليك رغم أنك لا تريدها هي العربية. تقول لهم نحن لسنا عربي، يقول لك لا أنت عربي، يعني عروتان لا أريد. ما هذا يعني؟ سأترك الأمازيغية العظمى والحضارة العظمى لأرتمية في أحضان البدو القرشيين؟ هل جنينا أم ماذا؟ نحن أمازيغ وسنموت أمازيغ وسنظل أمازيغ بقوة الجغرافيا وبقوة التاريخ وبقوة الأنثروبولوجيا والأركيولوجيا. هزمناهم علميا فلم يستصيغوا ذلك، فأصبحوا يهاجموننا بالزوير وبالاتهامات الجوزفية إلى آخره، ومات أعداؤنا القدامى وسيموت هؤلاء، واستمرت الأمازيغية وستستمر الأمازيغية والكردية بطبيعة الحال. ولربما سيد كولو لا بد قبل أن نختم الحلقة نتكلم عن الصداقة الأمازيغية الكردية والمصير المشترك. طيب شايش، نفس السؤال بالنسبة لك، الإسلام وأثره على الكرد. نعم علي، أعتقد يعني أغلب النقاط أتفق معها مع يوغرتين، ولكن بالنسبة للسؤال يعني الصيغة الأفضل، ما أثر الكرد في الإسلام؟ طبعا علي، من المتعارف عليه أن اليهودية لا تعترف بالمسيحية والمسيحية لا تعترف بالإسلام والإسلام لا يعترف بالاثنين، كون يعني كتبهم محرفة ومن هذا القبيل، لكنهم هذه الثلاث ديانات يعني تجمعهم. الإسلام يعترف بالديانتين ولكن يقول بأن كتبهم محرفة. الاعتراف بالمسيحية مثل ما يعني يقدم المسيحي نفسه، أو ليس مثل ما تتصوره، وهذا موضوع نقاش وطويل. ولكن هذه الثلاث ديانات الإبراهيمية، طبعا إبراهيم معروف مصدره من أين جاء وهو كردي ومعروف المولد أما ما يجمعها الثلاث ديانات هو كلمة آمين بالثلاث ديانات. آمين يعني أدعو الجميع للبحث عن مصدر هذه الكلمة، من أين جاءت كلمة آمين. نحن أجدادنا الكرد عندما كانوا يدعون لربهم كانوا يقول أم إيناندكن 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 إيناند، أصبحت آمين. يعني أدعوكم للبحث عن جذورها، يعني دعك من قصة الخلق السومرية والأسطورة السومرية التي قلنا أنها هي المصدر بالنسبة لليهودية، والديانة الزرادشتية هي المصدر للإسلام، والمثرائية هي المصدر للمسيحية. وبالعودة إلى أثر الإسلام على المجتمع الكردي، طبعا آثار كارثية. يعني الإسلام ساهم يعني تمزيق المجتمع وزرع العداوة، سواء بين المجتمع الكردي يعني بين الكرد نفسهم أو بين المجتمع الكردي والمجتمعات المحيطة. فمثلا على سبيل المثال، فيما كنا نتبادل مع فراعنة مصر المصاهرة ورسائل المحبة، اسأل أي مثقف مصري، يعني مثلا الأكراد هم أحفاد صلاح الدين الذي قتلونا بسبب الإسلام. نحن فقدنا يعني آخر جمهورياتنا، جمهورية كردستان الحمراء. لماذا تم إلغاء هذه الجمهورية؟ لأن الشعوب القفقازية كانت تقرف من الكرد بسبب مساهمتهم بالجرائم أو الفتوحات الإسلامية في القوقاز. نحن خسرنا بسبب الإسلام علاقتنا الجميلة مع العرب، يعني في قديم الزمان يعني كانت هناك علاقات جيدة. الإسلام أو لنقل توجيه الإسلام إلى وسيلة للغزو أو القتل. بالعودة إلى المجتمع الكردي علي، يعني اليوم نحن مقسمون بين يزيدي ومسلم وشيعي وعلوي ويارساني
حاليا الكرد المسلمون الذين يتبعون المذهب السني لم ياخذوا من الاسلام شيء غير الطريقه الصوفيه، يعني الجانب الحسن، الصوره الجميله من الاسلام، الروح التي تدعو للتآخي. في كثير من الاحيان مثلا عندما يريد الكردي القيام بعمل يقول ذلك حرام، يقول جنيهي ستيمد، يعني سأعمل به وسأحمل في ثمره. رقبتي. نعم نعم علي، طبعا مثل ما قال يوغرتين، نحن لسنا ضد أي عقيدة، وليس مهمتنا محاربة الأديان أو زيادة هموم المسلمين والإسلام أكثر ما هي موجودة. يعني لديهم أمور كثيرة يناقشوها، هل حول رضاع الكبير وفوائد بول البعير وأمور كثيرة، يعني ليست من اختصاصنا. نحن فقط نرفض أن يتم استخدام الإسلام لضرب الكرد. مؤخرا علي، في محافظة الحسكة التي تبع للإدارة الذاتية، عندما قام النظام السوري بمحاصرة المهجرين من عفرين ومنعت عنهم وهم مهجرين، منعت عنهم الإمدادات، قامت القوات الأسايش بتطويق المربعات الأمنية، فقام النظام بتحريك يعني ذيوله. فأحدى اللافتات المكتوبة: لغتنا عربية، لغة القرآن، ارحلوا عنا. يعني لا تخيل. أعلم، لا أعلم، أقاطعك، لا أعلم أين نرحل نحن أصحاب الأرض كما قال يوغرتين عن لا يعني الشعب الأمازيغي، أين يعني يطالبون صاحب الأرض بمغادرة الأرض، بالرحيل عن لا الأرض، لا لغتك أين نذهب عربية، إلى لغتنا السماء؟ عربية، لغة القرآن، وارحلوا عنا. يعني التيار العروبي الإسلامي، التفكير العفلقي البعثي النتن الذي يعني ضربنا بالكيماوي، التفكير الإخواني المجرم الذي أفضع في أهلنا في شنغال، يعني ما يعني حقيقة تأثير الإسلام على المجتمع الكردي. دعك من أصحاب المستفيدين من هذه الإيديولوجيا، دعك منهم. فحقيقة الإسلام هو يعني كارثة على المجتمع الكردي بهذا اللون، بهذه الأفكار، بإلغاء الآخر، بقتل الآخر. نعم علي. أذهب إلى يوغرتين، بالطبع دائما ضيوفي هم أحرار في التعبير عن آرائهم، قناتي ديمقراطية، ديمقراطية جدا، ليس كديمقراطية الشرق الأوسط، هم يعبرون كيفما يشاءون عن آرائهم، وليس بالضرورة أن أكون متوافقا مع آرائهم، أنا مجرد أسأل الضيوف ليس أيضا فقط في هذه الحلقة وإنما في كل الحلقات، حتى فيما يتعلق بالأمثال الكردية التي أنا مؤلف كتاب الأمثال الكردية، عندما أسأل عن شرح معنى مثل عندما يشرحه الضيف ليس بالضرورة أن يكون هذا الشرح متوافقا مع شرحي، ولكن دائما الضيوف أحرار، يجب أن نتحدث عن الحرية، يجب أن نطبقها. سأسأل يوغرتين فقط، هو سؤال ذكر اسم شخصية تاريخية أمازيغية لها دور كبير بين الشعب أو التاريخ الأمازيغي. قبل الإجابة عن هذا السؤال، يعني الشخصيات هي كثيرة جدا، قبل الإجابة عن السؤال أجيب عن سؤالك السنكاري الذي لا يحتاج إلى جواب. عندما سألت صديق شايش أين نذهب نحن أصحاب الأرض، يعني الجواب بالنسبة له واضح: الخنوع والصمت، يعني أن تقبل للخطابات الرسمية وللتاريخ الرسمي. يجب أن تقول: نحن سكان الجبال، فأتوا العرب وجاء معهم النور، والحمد لله على هذه الأنوار التي أخرجتنا من الظلمات. الآن إذا قلت هذا الخطاب تكون أمازيغي جميل أو كردي جميل. أما أن تقول الحقيقة وتحترم أمجادنا وتاريخنا النضالي لأجدادنا فأنت يعني مغضوب عليك. أما بما يتعلق ولا يهمنا يعني رأيهم فينا، فنحن ماضون إلى الأمام حتى تحقيق جميع الأهداف المرجوة. أما فيما يتعلق بالشخصية التاريخية سيد علي،
لك شخصيات كثيره، انت طلبت مني شخصيه واحده، وعندما طلبت مني شخصيه واحده فانا مجبر ان اكون ديماغوجيا فاختار شخصيه يوغرتن. يعني هناك شخصيه ابوليوس التي كتبت يعني الروايه الاولى في الادب الانساني تحولت الجحش الذهبي، وهناك يعني تكفاريناس الجاهلي الروماني يوبا الثاني العالم، وهناك باخوس مؤسس مملكه موريتانيا، وهناك ماسينيسا مؤسس مملكه نوميديا، واللائحه طويله جدا. ولكن بطبيعه الحال بما ان اسمي يوغرتن ساختار شخصيه يوغرتن الملك الامازيغي القديم الذي حارب روما وعرض روما للبيع وكتب عنه يعني المؤرخ الروماني سالوست الكتاب لغير دو يوغرتا، يعني حروب يوغرتن. يعني هذه الشخصية يعني الأقرب إلى قلبي صراحة، ليس فقط لأنني أحمل اسمها وإنما يعني لبطولات يوغرتن التاريخية، وأنا أعتز جدا يعني بحملي لهذا الاسم في أوراقي الشخصية وفي يعني جواز السفر والوثائق التموتية. ايضا شايش نريد ذكر بعض الاسماء، فقط بعض الاسماء التاريخيه الكرديه. والله علي يعني تأثير. كنت اود التحدث عن تاريخ الصوت، فقط ذكر الاسماء شايش، فقط ذكر الاسماء. والله الاسماء عديده، منها حديثه مثلا ومنها قديمه، مثلا أسماء كردية يعني لها طابع كردي كردستاني، نحن نقول كردستاني. مثلا شخصية القائد الخالد الملا مصطفى البرزاني، القاضي محمد، أو ثورة الشيخ سعيد الذي أثار في تركيا، مثلا من الشخصيات التاريخية التي كنت أود الحديث عنها. يعني هو أثروبات، آخر ملوك المملكة الميدية، فما لا أعرف إن كنت تعطيني دقيقتين لنتكلم عن أقل شيء كي خسره. هنا فقط شايش نريد ذكر، فقط ذكر الأسماء، كل شيء مناصفة بين الشعبين. نعم، مثلا كي خسره هو كان المؤسس الفعلي للإمبراطورية الميدية، وما زال الكرد يذكرون اسمه في نشيدهم الوطني. نذكر دياكو مثلا، دياكو كان أول شخص لمشم القبائل الكردية الميدية لمواجهة طغيان الإمبراطورية الآشورية. نعم، هل دياكو هو جد كي خسره أم ماذا؟ تماما، دياكو هو جد كي خسره، يعني كي خسرو هو من نسل دياكو. تمام، جميل. يوغرتين حبذا لو تخبرنا بمختصر مفيد على عجالة آمال وطموحات الشعب الأمازيغي، هكذا بشكل مختصر مفيد. نعم، باختصار طموحات الشعب الأمازيغي، يعني لا أستطيع، أنا هنا لست متحدثا باسم الشعب الأمازيغي، ولكن سأقول لك ما هي طموحات وآمال نشطاء الحركة الأمازيغية، الناس الذين حملوا على عاتقهم القضية الأمازيغية، وليس بطبيعة الحال عموم الشعب. فهناك الكثير من الأمازيغ هم من هم ضد الأمازيغية يعني، ولكن التيار الأمازيغي في المغرب طموحنا باختصار هو الديمقراطية، هو فصل السلطة، هو السيادة الشعبية، هو التوزيع العادل للثروة، هو حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، هو العلمانية، هو إحقاق الحق، هو قضاء مستقل، هو التوقف عن الاعتقادات التعسفية للمناضلين. كانوا أمازيغ أو يعني كانوا من الحركة الأمازيغية ومن حركات ديمقراطية أخرى، يعني التوقف عن المحاكمة السورية، يعني نصل إلى ملكية برلمانية على شكل ملكية أوروبية في دستور ديمقراطي شعبي فيدرالي يقر بأمازيغية المغرب حقيقة. طبيعة الحال الحركة الأمازيغية كلها تؤمن بالخروج من النقابة الفاشلة المتعفنة المسماة بالجماعة العربية. كل هذه المطامح والأمال نحن نشتغل عليها، والوسيلة إذا أردت الوحيدة التي وصلت لها قناعة
قسم كبير من الأمازيغ، رغم اختلافنا في الوسائل، هو أنه لا بد من تسييس الأمازيغية. نحن خرجنا منذ سنوات الآن من خطاب هويتي ثقافي البحر إلى خطاب إلى خطاب سياسي محض. إذن اليوم نطالب بتسييس الأمازيغية. انقسمنا إلى قسمين بالنسبة للشكل الحركة الأمازيغية، الأمازيغ الذين اقتنعوا بضرورة تسييس الأمازيغية، يعني انقسمنا إلى قسمين. هناك قسم ذهب إلى أحزاب سياسية قائمة الذات وانخرط فيها إيمانا منه، ولو أن لا أتفق شخصيا، إيمانا منهم أنه يمكن أن يغيروا من داخل أحزاب توجد أصلا. هذا طرح. وهناك قسم آخر الذي أنتمي إليه، هو مشروع تأسيس حزب سياسي يعني يستند إلى الخطاب الأمازيغي الحقيقي، ويكون الناس المنتمون إلى هذا الحزب من أو أولاد الحركة الأمازيغية الحقيقيين. وأنا بطبيعة الحال عضو اللجنة السياسية لمشروع حزب تمون في الحريات، وهذا مشروع حزب يعني نقوم بكل ما أوتينا من قوة حتى نتمكن من أن يخرج هذا الحزب إلى أرض الواقع. إذا هاته يعني هي الآمال والطموحات للشعب الأمازيغي، أو على الأقل للتيار الأمازيغي. شايش، آمالنا طموحاتنا؟ أمالنا وطموحاتنا والله يعني ليست مستحيلة، يعني لنبدأ بالعيش المشترك وانتهاء يعني برؤية دولة كردستان حرة ومستقلة بجميع أجزائها. يعني طبعا النضال طويل، يعني إلى أن يقتنع الآخر بأن يعني جمال الحديقة بألوان ورودها، الطريق طويل يعني، لكننا مؤمنون. يعني الكرد وعبر التاريخ، يعني نحن لا نزود على الأمازيغ، ولكن عبر التاريخ لم ينكسروا أبدا في إرادتهم. أمامنا حرب طويلة، نحن مؤمنين تماما بأنه كما هزمت جدائل نسائنا الشقراء في كوباني اللحى العفنة، فإن ألوان علمنا الزاهي سوف يطرد اللون الأسود من حياتنا. طبعا أشار لك يوغرتين بهذه الإشارة، هي إشارة خاصة بالشعب الأمازيغي، تعني الإنسان، الأرض، اللغة. تماما، جميل. ونحن أيضا إشارة الحرية طبعا قبل أن أو الحياة حرة. يعني للمحلل السياسي والناشط الأمازيغي يوغردين مريدي، وللناشط الكردي والباحث في التاريخ الكردي شايش محمد على إجابتهم على هذه الأسئلة. وأقول في النهاية بالتأكيد إن كانوا على مر العصور السابقة، السنين السابقة، العقود، القرون السابقة لم يستطيعوا أن يكسروا إرادتنا، فإن إرادة هذين الشعبين لن تنكسر. هكذا شعب يضم شباب واعي مثقف بالتأكيد سيصل إلى حقوقه. لدينا بما أننا نذرف الدماء لأجل هذه الحقوق، بالتأكيد سوف ننتصر، سوف نصل لحقوقنا القومية كاملة غير منقوصة بإذن الله. أستودعكم الله أخي يوغرتين، أخي شايش، دمتم بخير. تانميرت يوغرتين، سباس شايش. ما لنا إلا أن نقول بالكردية كما كان يدعو أجدادنا، آمين آمين أز إناندكم. يعني أنا أؤمن بأننا سنحصل على حريتنا، آمين بإذن الله. ودمتم بخير أصدقائي، دمتم بخير السادة المشاهدين، تصبحون على خير. تنميت.